نيجي بقى الارتر اللي بيمشي مع البودندا النيرف في البودندا الكنال، ده الارتر ده اسمه انترنال بودندا الارتر. الانترنال بودندا الارتر ده برانش من الانتيريور ديفيجن اوف ذا انترنال اليك ارتر، بيسيب البلبس من خلال الجريتر ساتيك فورامن ويروح على الجلوتيال ريجن. عايز يوصل للليسر ساتيك فورامن بيعدي على التيب اوف ذا اسكيال سباين، او بيعدي على التيب اوف ذا اسكيال سباين، يخش الليسر ساتيك فورامن يعدي في البودندا الكنال. البودندا الكنال يوصل لحد نهايتها وهو اسمه انترنال بودندا الارتر، يروح ماشي في الديب برينيال ايه باوش، يمشي بعد كده في الديب برينيال ايه باوش لحد هنا هو هاف ان انش قبل السيمفيسيس بيوبس، بيخترق البرينيال ممبرين ويتقسم اتنين، دورسال ارتري اوف ذا بينس او كلايتورس وديب ارتري اوف ذا بينس او كلايتورس. خد بالك النيرف كان بينقسم هنا لتو تيرمينال برانش، ده ما بينقسمش الا نص انش بعاند سيمسز بيوبس هنا، يعني ده بيكمل انترنال بودندال ارتري في الديب برينيال باوش تاني، يعني هنا ده في البودندال كانال ويكمل بعد كده في الديب برينيال باوش على هيئه اللي هو على هيئه انترنال بودندال ارتري برضه، وبعدين نص انش تبتدي يخترق البرينيال ممبرين ويديني دورسال ارتري اوف ذا بينس اور كلايتورز وديب ارتري اوف ذا بينس اور كلايتورز. يبقى الارتري ده يطلع من الانتيريور ديفيجن اوف ذا انترنال الياك ارتري، يعدي من الجريتر ساتيك، بيسيب البلبس من خلال الجريتر ساتيك فورامن، يعدي على الاسكال سباين، يروح للليسر ساتيك فورامن، يروح داخل هنا يخش في البودندا الكنال، وهو ماشي في البودندا الكنال هنا اهو يجيبها من اولها لاخرها. هو طبعا بيدي انفيريور ريكتال فيسلز، وبعد كده بيبتدي يوصل لحد نهايه البودندا الكنال، نهايتها في الديب برينيال باوش، يعدي في الديب برينيال باوش لحد اخرها ويدي مجموعه برانشز هناخدهم دلوقتي. لا انما في النهايه بيخترق البرينيال ممبرين، خش سوبرفيشال برينيال باوش ويتقسم اثنين، دورسال ارتري اوف ذا بينس اور كلايتوريس وديب ارتري اوف ذا بينس اور كلايتوريس. نشوف البرانشز بتوعي. البرانشز بتوعي اول حاجه في الميل، وهو في البودندا الكنال بيدي لي انفيرور ريكتال ارتريس، يبقى اول حاجه بيدي انفيرور ريكتال ارتريس، بعد كده بيدي تو سكروتال ارتريس، يبقى بيدي تو سكروتال ارتريس، بعد كده بيدي ارتري اوف ذا بالب اللي هو ارتري اوف ذا بالب، بعد كده بيخترق البرينيال ممبرين يخش في الديب برينيال في السوبرفيشال برينيال باوش، يديني ديب ارتري اوف ذا بينس ودورسال ارتري اوف ذا بينس. يبقى البرانشز في الميل انفيرور ريكتال ارتريس، سكروتال ارتريس، وبعدين ارتري اوف ذا ايه بالب هنا اهو، يبقى هنا ده ارتري اوف ذا ايه بالب، وبعدين يتقسم اثنين ديب ارتري اوف ذا بينس ودورسال ارتري اوف ذا بينس. في الفيميل نفس الكلام، يدي انفيرو ريكتال ارتريس، وبعدين بدل سكروتر يدي تو ليبيال ارتريس، مع السكروتر مقابل عندنا ليبيا ميجوس، فيبقى هنا بيدي تو ليبيال ايه ارتريس، وبعدين يدي ارتري اوف ذا بالب، طبعا البلب مش البلب اوف ذا بينس بقى، يبقى البلب اوف ذا كلايتورز، وبعدين ديب بتو تيرمينال برانشز تو ديب ارتري اوف ذا بي كلايتورز ودورسال ارتري اوف ذا كلايتورز، يبقى ده ديب ارتري اوف ذا كلايتورز ودورسال ارتري اوف ذا كلايتورز. يبقى البرانشز ان في مين؟ في ريكتال ارتريز، تو ليبيال ارتريز، ارتري اوف ذا بلب، ديب ارتري اوف ذا كلايتورز ودورسال ارتري اوف ذا كلايتورز، دول البرانشز تو الانترنال بودندال ارتري.